السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. هاي محاضرة علم الأدوية 1 للصيدلة. المرة الماضية حكينا على العوامل اللي بتأثر على الأبزوربشن، وحكينا أول إشي عن السيرفس أريا للأبزوربشن سايت اللي هو مساحة السطح للمكان اللي بتصير فيه الأبزوربشن. تاني إشي حكينا على الروت أوف أدمنستريشن، فرقنا بين الأورال سوالود اللي بنبلع كله من غير ما إنه يتم قرشه أو المص، أما وحكينا على النت سوالود اللي هو السبلينجوال أو البكال اللي هو يعني إنه ممكن ينقرش ممكن ينمص قبل ما إنه يتم بلعه. أوكي، وحكينا على شوية فكرة الـ 100% بيوأبيليبيليتي تبعت الإنترا فينس. طيب تمام، هلا بدنا عفوا هلا بدنا نحكي على موضوع من العوامل الجديدة. تمام، هلا بدنا نحكي على عامل من العوامل الجديدة اللي هي الـ blood flow أو blood supply للأريا، اللي هي التروية الدموية للمنطقة أو site of absorption. خلينا إحنا نقارن. اتوقع هالمواضيع كلها حكيتها صح، خلصتهم هدول صح خلصتهم. خلصت هاي كل العوامل، حكينا على قارنا بين الانتستن والسكن، الاثنين لارج سيرفيس اريا، بس هاي بلاد سبلاي وهاي لو بلاد سبلاي. حكينا عن النوز كيف سمول سيرفيس اريا بس هاي بلاد سبلاي. حكينا صح، حكينا عن المواضيع صحيح، حكينا على الاكل، حكينا على الديسوليوشن، نشرب مي اكثر فساعتها بصير الديسوليوشن اسرع والابزوربشن اسرع. نشوف هلا الميكانيزم اوف ابزوربشن او كيف بتصير عندنا الابزوربشن، كيف عمليه الابزوربشن بتصير من السايت اوف ادمنستريشن للدم. طبعا في عندنا طرق كثير للابزوربشن بتحكم فيها، اللي هي الدواء بتحكم فيها انه شو طبيعه الدواء، شو الحجم الموليكولر ويت تبعه، هاي الاشياء بتاثر انه هذا الدواء شو الطريقه اللي راح يتم امتصاصه فيها. طيب خلينا نمشي مع بعض. هاي المايند ماب فيك انت بس ناخذ نحكي عن كل واحد الحال، فيك انت تضيفي هون النقاط المهمه. المايند ماب مهمه كثير لما تراجع في الماده صراحه، بتكوني كاتبه كل شيء عليها وبتسهل لك هيك تنظمي افكارك. طيب الميكانيزم اوف ابزوربشن، في عندنا الليبيد او السمبل ديفيوجن، في عندنا الاكيوس ديفيوجن. تمام، هدول ما بيحتاجوا لا لإنرجي ولا لكارير، ما بيحتاجوا لا ناقل ولا طاقة. في عنا ترانسبورت باي كاريرز، يعني نحتاج كارير. عنا الأكتيف ترانسبورت، وعنا هون هي صح كلمة باسيف بس خلينا نحطها فاسيليتيتد عشان نفرق بينها وبين الليبت. اوكي فاسيليتيتد، اتوقع عندكم مزبطة، عندكم بنوتاتكم مزبطة، اتوقع انه عندكم بالنوت مكتوب فاسيليتيتد. اوكي، في اللي هي الفاجوسايتوز او اندوسايتوز او البينوسايتوز، طريقه بتستخدمها الوايت بلاد سيلز لانها تقضي على البكتيريا، تقتلع البكتيريا وتطلع بعدين الفضلات والاجسام الميته منها. تمام، اذا هاي هي اهم طرق الابزوربشن. خلينا ناخذ اول طريقه اللي هي الليبيد اور سمبل ديفيوجن. اغلب الادويه يتم امتصاصها عن هاي الطريقه، اغلب الادويه بصير فيها الامتصاص بطريقه الليبيد ديفيوجن او سمبل ديفيوجن. ليه؟ لانه اغلب الادويه زي ما حكينا هي ويك اسيدز او ويك بيزز. شو الفائده لما تكون احماض ضعيفه او قواعد ضعيفه؟ ارجح دائما بين الشكلين، الووتر سوليبل والليبيد سوليبل. طب تعالوا نشوف هذا الصوره اللي هون. لاحظوا هون في عنا مركب، هذا المركب هو قاعدة ضعيفة، فهون بيكون عليه شحنة، ولأنه قاعدة ضعيفة فهو بترجح ما بين الشكلين، الشكل الغير مشحون non ionized اللي هو ذائب بالدهون، والشكل الأيونايزد، الأيونايزد هو ذائب بالماء. طبعا إنه قاعدة ضعيفة هو بترجح بين الشكلين. إذا مرة تانية، هذا الشكل يتأرجح بين الشكلين لأنه هو weak base، قاعدة ضعيفة،
فهون في عنا بلس، عنا شحنة، فهو بيكون ايونايزد يعني ذائب في الووتر، في ال H2O. هذا بيكون ممكن يكون في يعني في الامعاء، ممكن يكون في السكن، في العضلة. المهم هذا هون ذائب بالمي، بتحول للشكل النون ايونايزد اللي هو الليبيد سوليبل او لايبوفيليك، زي ما حكينا الكلمة لايبوفيليك يحب المي. هلا اللايبوفيليك هو اللي بيقدر يخترق الانسجه، هو اللي بيقدر يخترق هاي الممبرين تبعت الخلايا. ليه؟ لانه الممبرين تبع الخلايا هو عباره عن فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد هي طبقتين من الدهون، طبقه دهون اوليه وطبقه دهون ثانيه. طبقتين الدهون هذول اللي هي حكينا ليبيد باي لاير، يعني طبقتين من الدهون. عشان يقدر هذا المركب انه يخترقها لازم يكون ليبيد سوليبل. كيف بيكون ليبيد سوليبل؟ بده يكون نن ايونايزد، يعني غير ذائب، يعني ذائب غير متأين، ذائب بالدهون، فبيقدر يخترق الانسجه ويوصل على الجهه الثانيه، مثلا وصل للدم، وصل للابزوربشن من مثلا من المعده، من السكن، من المسل، وصل للدم. هلا لما يوصل للدم، اوكي، بتحول للشكل. طبعا هو دايما حيكون في اتجاهين للسهم. ليه؟ لانه هذا عباره عن ويك بيز. بتحول للشكل المتأين الايونايزد، اوكي، وما بيقدر يرجع مره تاني من هون، وبالعكس الدم بياخده على بقيه الجسم وبلف وبروح بدخل الانسجه. اذا الأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة بتكون دائما متواجدة بالشكلين، بالشكل غير المتأين وبالشكل المتأين. الشكل الغير المتأين النون أيونايزد هو اللي بيقدر يخترق الأنسجة. فلما نكون أنا أخذت الدواء وهذا الدواء بلعته وتحلل في المعدة ووصل للأمعاء، وهلا هذا الدواء بالامعاء ببلش عندنا، بصير عندنا في امتصاص بكثره. هذا الامتصاص معناه انه هو عم بيتحول للشكل غير المتأين، وهذا الشكل غير المتأين، وهذا الشكل غير المتأين زي ما حكينا هو اللي بيقدر يخترق الانسجه، بيقدر يخترق الانسجه ويدوب في ال يخترق الانسجه لانه بيدوب بالدهون غير المتأين، بدوب بالدهون اللايبوفيليك ليبيد سوليبل، بيقدر يخترق الأنسجة ويروح للدم للجهة الثانية، وبالدم باخده وبنقله على بقية الجسم. هاي هي الفكرة، أو هاي هي بنقدر نحكي القاعدة الأساسية من إنه الأدوية تكون ويك أسيدز وويك بيزز. لما تكون أحماض ضعيفة وقواعد ضعيفة فتتواجد بالشكلين طول الوقت، طول الوقت في مكان الامتصاص حتتواجد بالشكلين، بالدم بالشكلين، على التشو بالشكلين، كل مكان حتتواجد بالشكلين، لأنها تأين غير كامل في اتجاهين للسهم. تمام، هذه هي الفكرة من الأدوية تكون أحماض ضعيفة وقواعد ضعيفة. طبعا هذا هو إنه فكرة الدواء يقدر يخترق الدهون ويدوب بالدهون ويروح على الجهة الثانية، اسمه ليبيد أو سمبل ديفيوجن. طيب كمان له اسم ثاني هو passive transport، does not require energy، ما بيحتاج طاقة، اوكي، هو ما بيحتاج طاقة وما بيحتاج كارير، ما بيحتاج ناقل، لأنه مجرد إنه الدواء أو المركب بيدوب بالدهون تبعت الأنسجة وبينتقل للجهة الثانية. non saturable، لا تشبع، هاي الطريقة بيضلوا الدواء ينتقل للجهة الثانية، الدواء كله يخلص، كل الدواء خلص عنا في مكان الامتصاص. Because it is passive movement، لأنه الحركة هي غير نشطة، تقال غير نشط، of molecules through membranes، خلال الأغشية. This transport is according to concentration gradient. شوفوا هذا يمكن مصطلح جديد علينا، أنتم عارفينه بالعربي. concentration gradient هو فرق التركيز، فرق التركيز. الانتقال بيكون حسب فرق التركيز او تدرج التركيز. شو يعني فرق التركيز؟ من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، من التركيز العالي للتركيز الاقل. طب كيف بده يكون دائما؟ هي في قاعده للتركيز الاقل، هذا اسمه مع فرق التركيز، with
concentration gradient أو according to concentration gradient. طيب فرق التركيز هذا كيف يتم الحفاظ عليه؟ هلا احنا عندنا هي الدواء، انا بلعت الدواء دخل جوا الجي اي تي تبعي، هي الامعاء وهي المعده وكذا، وهي هون البلد، هي هون الدم. طبعا زي ما حكينا انا عم برسم رسم كانهم منفصلين عن بعض، ما بيكونوا منفصلين، بكون الدم كثير قريب من يعني البلد فيسلز كثير قريبه من الانتستين ومن الجي اي تي وهيك، بس احنا بنقسمهم لكومبارتمنتس، بنقسمهم بهي الطريقه على اساس نفهم المبدا. اخذت انا دواء، بلش الدواء يتحلل وبلش عند الامتصاص، تمام؟ هلا هذا الدواء بده ينتقل اوكي للدم. هلا التركيز العالي الهاي كونسنتريشن هو بالجي اي تي. طيب ليش الكونسنتريشن في البلد بيكون دائما لو؟ ليه التركيز في الدم بيكون دائما قليل؟ لسببين. أول سبب دائما حيكون التركيز في الدم أقل من التركيز من السايت اوف ادمنستريشن، التركيز في الدم حيكون دائما أقل من التركيز في المكان اللي حطينا فيه الدواء، سواء أخذنا الدواء انتراماسكولار، أورال، انتراديرمال، سبكيوتينيوس، شو ما أخذنا الطريقة، التركيز في السايت اوف ادمنستريشن دائما أعلى من الدم، دائما أقل. ليه؟ أول سبب لأنه الدم هو لارج فوليوم، الحجم كتير كبير، حجم الدم 4 على 6 لتر، بينما مثلا حجم الجي اي تي اقل، السائل في الجي اي تي اقل، السائل في المسل اقل، السائل اللي بيكون او المكان اللي حطينا فيه اللي هو تحت الجلد، المساحه هاي كتير اقل من 4 على 6 لتر اللي موجوده في الدم. هاي اول شغله. ثاني شغله الديستريبيوشن، عندنا التوزيع. شو يعني ديستريبيوشن؟ يعني الدواء اللي وصل هون وين بده يروح؟ بده يروح على التيشو، على الأعضاء، على الأنسجة اللي في الجسم، حيبطل موجود في الدم، حيروح على التيشوز، حيروح على التوزيع، يتوزع على أعضاء الجسم. فمشان هيك دائما التركيز في السايت اوف ادمنستريشن بيكون أعلى من التركيز بالبلد، لأنه حجم الدم كتير كبير، ولأنه الدم عم بيعمل توزيع لكل الجسم، بيطلع الدواء من الدم وبيروح على الأعضاء التانية. إذا هذا هو السبب ليش الباسيف ديفيوجن أو هذا اللي هو الليبيد ديفيوجن اللي هو نقل غير نشط بكون على حسب أو مع فرق التركيز، يعني من التركيز العالي للتركيز الأقل. طيب نكمل. drug absorbed by this mechanism should be lipid soluble، لازم يكون ذائبته بالدهون. ليه ذائب بالدهون؟ عشان يخترق هاي الممبرينز، يخترق الأغشية اللي هي الليبيد بايلير، طبقة ثنائية الدهون. non-ionized يعني ما عليه شحنة، هي هذا ما عليه شحنة. and low molecular weight، وزنه الجزيئي بده يكون كمان صغير اوكي، لانه اذا كبر حجم الجزيئي حتصير هاي العملية شوي صعبة، حيحتاج لكارير. اما بالحجم الجزيئي الصغير ممكن انه يقدر يذوب الدهون بسهولة ويطلع للجهة الثانية. اوكي، اذا هذا هو الليبيد او simple diffusion. شو الادوية اللي بتنتقل بهاي الطريقة؟ most drugs، أغلب الأدوية بتنتقل بهاي الطريقة. ليه most drugs؟ لأنه أصلاً أغلب الأدوية عبارة عن أحماض ضعيفة وقواعد ضعيفة، فحتكون جزء منها non-ionized ويذوب الدهون وينتقل للجهة الثانية. أوكي؟ إذا most drugs بتذوب أو بتنتقل بهاي الطريقة. مش بتذوب، عفواً هذا استخدام خاطئ، تنتقل بهاي الطريقة، absorbed بهاي الطريقة، تمتص بهاي الطريقة. أنا هون عم بحكي على الامتصاص مش على الذوبان، الذوبان هون شغلة ثانية. كان بحكي على الامتصاص، الذوبان اللي أقصد لما نحكي إحنا سوليبيليتي نقصد السوليبيليتي بالماء. أنا ما عم بحكي هيك، أنا بحكي على الامتصاص واختراق الأنسجة. طيب نيجي نحكي هلا على الأكيوس ديفيوجن أور فلتريشن اللي هو الانتقال عبر الماء. طلعوا عندي هاي خلية وجنبها خلية ثانية، هذا ممبرين، هذا هو الممبرين تبع مثلا الجي اي تي او الممبرين تبع السكن او المسل، او المهم انه ممبرين تبع العضو اللي نحط فيه الدواء. طيب لاحظوا هذا الدواء، هذا الدواء هاي جزيئات الدواء جزيئات جدا صغيره، دايبه في المي، دايبه في السائل اللي موجود في الجي اي تي، ويتم امتصاصها عن طريق ممرات صغيره بين الخلايا اللي هو الجنكشن
اللي هي المنطقة اللي بين الخلايا اللي بنحكي عنها، اللي هي يعني بنحكي عنها هي اسمها اكسترا فاسكولار سبيس، اللي هي السبيس اللي بين البلد فيسلز او الانترسيلولار سبيس، يمكن بين الـ بين الـ بين السيلز، انترسيلولار سبيس هاي ممرات ضيقه وصغيره. هاي الممرات هي لامتصاص الووتر، لامتصاص المي، يعني لما احنا نشرب مي يتم امتصاص هاي المي عن طريق هاي الفتحات الصغيره اللي بين الخلايا المتجاوره. بعض الادويه حجمها كثير صغير، المولكيولر ويت تبعها كثير صغير، وبتذوب بالمي، ذائبتها بالمي عاليه، وبتقدر تنتقل مع المي بهاي الطريقه. مثال على بعض الاشياء بتنتقل بهاي الطريقه، عندنا الايثانول، الايثانول اللي هو الخمر او الكحول يذوب بهاي الطريقه، الايثانول بيذوب بالمي ويتم امتصاصه عن طريق هاي الفتحات اللي بين الخلايا. لاحظوا انه ما بخترق الخلايا، لا، بدخل بين الخلايا بممرات صغيره. وكمان عندنا دواء ثاني اسمه الليثيوم، الليثيوم دواء بيستخدم لمرض اسمه البايبولر، حناخده بعلم الادويه اثنين، مرض ثنائي القطبيه. الليثيوم يعني كمان يتم امتصاصه ذائبته بالمياه عاليه ويتم امتصاصه بهذه الطريقه. خلينا نقرا عن هذا الموضوع. اذا واضح انه الدواء لازم يكون هون ووتر سوليبل، لانه الدواء ما بيقدر انه يدوب بالممبرين او بالاغشيه بتاعت الخلايا، لا، بدخل بينها. The movement of molecules through the watery extracellular space between adjacent epithelial cells. حركة movement of molecules، حركة جزيئات الدواء بتكون through عبر watery extracellular space، المساحات المائية اللي between adjacent epithelial cells، اللي بين الخلايا الطلائية اللي جنب بعض. epithelial cells اللي هي الخلايا اللي بتكون بتحيط بالأعضاء، أوكي، جنبي حتاخده بالأناتومي هذا الحكي، أوكي، مش مركز، يعني مش مهم epithelial، بتكون adjacent cells، خلايا جنب بعض، هذا اللي بيهمني. يعني الدواء بيدوب بالمي وبعبر عبر هاي القنوات اللي موجودة بين الخلايا المتجاورة. The membrane of most capillaries have small pores، أغلب البلد vessels فيها small pores، فتحات صغار، that permit aqueous diffusion of small molecules. The small molecules بيكون حجمها أقل من 100 دالتون، المولكيولر ويت تاعها أقل من 100 دالتون. Between blood and extravascular space، إذا بتنتقل الأدوية هاي تطلع من الدم وبتروح على extravascular space، بتخرج لخارج الدم للأعضاء. The capillaries in the brain lack these aqueous pores، طبعا البرين ما البلد فيسلز اللي بالبرين ما في هاي الفتحات، ما في هاي البورز، هاي الفتحات مش موجودة فيها. طبعا هذا حماية للبرين، عشان مش كل إشي في الدم يقدر يدخل البرين، البرين حواليه بارير، حواليه حاجز يمنع أشياء كتير تدخل جواه، وكمان البلد فيسلز اللي فيه ما فيها هاي الفتحات، يعني البرين الخلايا ملزقة ببعض هيك كليا، ما في فتحات، ما في فتحات فيما بينها، عشان ما يقدر أي إشي دايب في المي يدخل بين، يدخل لجوا البرين. This is a passive process، إذا هي غير نشطة، ما بتحتاج energy ولا carrier ولا ناقل. And movement كمان according to concentration gradient، مع فرق التركيز. ممكن أحكي لك according أو with، كمان أقول لك with concentration gradient، مع فرق التركيز. يعني مع فرق التركيز من التركيز العالي للتركيز الأقل، low concentration، للتركيز الأقل. طيب minor role in absorption but plays important role in glomerular filtration. minor role يعني دور قليل في الأبزوربشن، حكينا في عنا هاي مثالين، بس أغلب الأدوية زي ما قلنا بتمتص عن طريق الليبيد ديفيوجن، بس الأكويس ديفيوجن بعض الأدوية ممكن minor role، دور بسيط في الامتصاص، but plays important role، إلها دور مهم بالglomerular filtration، حنحكي عنها بالكلية الكدني كيف يتم إخراج الأدوية بالglomerular filtration. بالglomerular filtration هاي الطريقة الأكويس ديفيوجن مهمة جدا وإلها دور كبير في هذا الموضوع. نكمل. transport by carriers
النقل عن طريق الكارير، يعني نحتاج لكارير للناقل يمسك بإيد الدواء ويحمله من السايت اوف ادمنستريشن للدم. يعني هذا الدواء ممكن يكون حجمه كبير، ممكن يكون ما بيذوب بالدهون، فصعب انه يمر في الممرات الصغيره اللي بين الخلايا لانه حجمه كبير، يحتاج لكارير يحمله وينقله على الجهه الثانيه عند الدم. Drugs that do not diffuse through membranes may require carriers. بتحتاج لكارير لانه ما بتقدر انها تعبر الاغشيه تبعت الخلايا. To transport them. الكارير هو اللي بنقولهم. Through membranes, unlike aqueous and lipid, يعني خلافا عن aqueous and lipid diffusion, carrier transport material against concentration gradient. يعني في عنا، هلا احنا عنا طريقتين. اوكي؟ عنا طريقتين للنقل. عنا الactive transport هي against the concentration gradient، عكس فرق التركيز. الكونسنتريشن جريدينت عكس فرق التركيز. اوكي، الاكتيف ترانسبورت هي عكس فرق التركيز. يعني عكس فرق التركيز يعني من اللو كونسنتريشن بنتقل الدواء من تركيز قليل للهاي كونسنتريشن. ممكن تلاقوا هالحكي شوي غريب بس هلا حنحكي كيف. اما الفاسيليتيتد لا، الفاسيليتيتد وذ أو according to concentration gradient with concentration gradient. يعني مش كل النقل بالcarriers against، لا بس هذا الactive transport هو اللي against، أما الfacilitated هو مع concentration gradient، مع فرق التركيز. يعني مع فرق التركيز يعني من التركيز، عفوا من التركيز ال من التركيز العالي للتركيز الأقل، من الهاي كونسنتريشن لللو التركيز الاقل لللو كونسنتريشن. اما الاكتيف ترانسبورت فهي عكسه، هي من الكونسنتريشن القليل للكونسنتريشن الاعلى. طب ايش في حاله انا باخذ فيها دواء بس هو داخل جسمي بيكون عالي جدا، بيكون اوريدي موجود بجسمي بكميات كبيره؟ عندنا مثال على هذا الموضوع هو الـ FE، الحديد. كيف يعني الحديد الايرون، كيف الحديد لما انا اخذه بكون تركيزه بالدم اعلى من في الجي اي تي مثلا؟ الدم يتكون من الهيموجلوبين، احد مكونات الدم. الهيموجلوبين من ايش يتكون؟ من اربع ذرات حديد، اربع ذرات من الـ FE، من الـ FE، من الحديد. الهيموجلوبين يتكون من أربع ذرات من الحديد. طب تخيل الدم كله هيموجلوبين، الدم كله هيموجلوبين، كله حديد. فمشان هيك أنا لما أخذ حبوب الحديد أو شراب الحديد أو باودر الحديد، هيكون الحديد اللي جوا الجي آي تي تركيزه كتير أقل من اللي في الدم. ليه؟ لأنه اللي في الدم يعني كل مكونات الدم هي حديد. فعشان هيك الاكتيف ترانسبورت بتحتاج انرجي، ريكواير اي تي بي، بتحتاج طاقه. ليه بتحتاج طاقه؟ الطاقه هي لانه احنا عم ننقل الحديد او بننقل الماده هاي عكس التيار، من القليل للكثير. فهذا طبعا زي مجرى النهر، احنا عم نسبح ضد مجرى النهر، بدنا طاقه كثير. اما لو عم نمشي مع النهر بدناش طاقة، لأنه النهر بمشينا. أما لما أنا عم بنقل الدواء من تركيز قليل لتركيز عالي، يعني عكس فرق التركيز، بحتاج إنرجي. إذا ريكواير إنرجي وريكواير كمان كارير، أكتيف ترانسبورت بحتاج كارير وعكس فرق التركيز. أوكي، هي طبعا كأسلوب امتصاص يعني فيها سرعة شوي لأنه فيها كارير وطاقة، بس مشكلتها انه كان بي ساتوريتد. يعني كان بي ساتوريتد يعني مثلا، اوكي تانية بس، يعني بتقدر انها تشبع، بتقدر انها تشبع. المقصود فيها هاي الجي اي تي
وهاي هون الأمعاء. في هون أول منطقة من الأمعاء اسمها الاثنى عشر، اللي بحكي لها دودينم. دودينم، الدودينم هي منطقة الاثنى عشر. منطقة الاثنى عشر هي المنطقة اللي فيها كاريرز كتير، فيها نواقل، هي اللي فيها النواقل اللي بتمتص الحديد. فأنا مثلا أنا أكلت وجبة فيها حديد، أكلت مثلا كبدة، أو أكلت إيش في عندنا مصادر الحديد، بيض، ففي صار عندي اف اي حديد جوا المعدة. هذا الحديد اوكي ما بيقدر ينتقل من حاله، بيحتاج كارير، بيحتاج ناقل. الناقل مش موجود في المعدة، الناقل موجود بالاثنى عشر. الاثنى عشر هو اول 12 سنتيمتر من الامعاء، دودنم اسمه. طيب هون في عنا ايش؟ في عنا الكارير، هذا بيجي الحديد بركب على الكارير. انا اخذت وجبة فيها حديد، هيو الحديد، الحديد بركب على الكارير، والكارير بيحمله للدم. أي الدم طبعا عشان يحمله للدم بيحتاج طاقة ATP. ليه بيحتاج طاقة؟ لأنه الدم معبى حديد، كله حديد، الدم كله FE. الدم الهيموجلوبين بيكون 4 ذرات من ال FE من الحديد، والدم كله هيموجلوبين. فعشان هيك عندنا حديد كتير في الدم، فهو عم بنقل الحديد عكس التيار. طيب انا الوجبه اللي اكلتها فيها حديد، انا عندي هون مثلا طلعوا عندي 5 ذرات حديد، وعندي بس 2 كاريرز ناقلين. الكاريرز هدول اوريدي حاملين حديد، فبرايكم كونه الكاريرز هدول مشغولين وراحوا للجهه الثانيه، هدول الحديد اللي ضلوا هون، ذرات الحديد ضلت هون، بتقدر تنتقل من غير كارير؟ لا ما بتقدر تنتقل. فهون صار شو عندنا؟ صار عندنا ساتوريشن، صار عندنا اشباع. اوكي ليه صار في عندنا اشباع؟ لانه الكارير خلص. وهي هي مشكله الحديد، كثير ناس بتاخذ الحديد ولما تاخده ما بيرتفع عندها الحديد في الدم، يعني بعد شهر الطبيب بيرجع بيعمل فحص بيلاقي انه ما في حديد في الدم. طب ما ارتفع الحديد، ليه ما ارتفع؟ لانه ما بيكون عندهم كارير كفايه. ليه ما عندهم كارير كفايه؟ عملوا هم غلط؟ لا، جيناتهم هيك، هيك جيناتهم، هيك الجينات اللي ورثوها من اهلهم ما بتعمل كارير كفايه. اوكي بينما في الناس اللي عندهم كارير كفايه، هذول لما ياخذوا سبلمنت حديد بيرتفع عندهم الحديد بسرعه. فهذا اللي هذه هي الفكره في الساتوريشن، انه تشبع، هذه العمليه تشبع لما الكارير يتعبى. كمان نفس الشيء، هاي العمليه فيها سيلكتيفيتي، فيها انتقائيه عاليه. يعني مثلا احنا ما دام عندنا كارير يعني عندنا ريسبتر. اوكي هاي الريسبتر، هي الكارير وعليه ريسبتر. الريسبتر هذا حياخد بس هذا الشكل، ما راح ياخد هذا الشكل، هياخد بس الحديد، ما راح ياخد مركب تاني، ما راح ياخد فيتامين سي مثلا، ما راح ياخد فيتامين اي، هياخد بس الحديد، ولو انه فيتامين سي بيزيد من امتصاص الحديد. اوكي فالكارير باخد الشكل اللي بركب عليه، هاي اسمها سيلكتيفيتي، انتقائية. طيب نشوف إذا drugs transported by this mechanism، الأدوية بتنتقل بهاي الطريقة resemble structurally endogenous substances carried by these carriers. يعني أنا الحديد، دواء الحديد اللي أنا بدي آخذه بده يكون يشبه الحديد الطبيعي اللي بتمتصه المعدة دائما من أكلي. إذا كان شكله مختلف كيميائيا ما راح يتم امتصاصه. كمان نفس الشيء بالنسبة ل B12 اللي حيمتص بالكاريرز، كمان لازم يكون ال B12 هذا اللي مصنع يكون بيشبه ال B12 الطبيعي اللي جسمي بيمتصه. طيب نشوف نشوف ال Active Transport، حكينا بتحتاج energy سريعة، بس مشكلتها انه فيها specificity، فيها انتقائية. هي مش مشكلة، بس المشكلة بال saturation، يعني تشبع العملية إذا خلص، إذا كل الكارير ارتبط في الحديد ونقل له للجهة الثانية وبطل في كارير، فالحديد اللي ضل في الجي اي تي راح يطلع مع البراز، ما راح يمتص. انهبيتد يعني ممكن إنه دويين أو مركبين يتنافسوا على نفس الكارير، فبصير انهبيشن، بصير واحد من هدول يمنع امتصاصه. الفاسيليتيتد ترانسبورت إلها قصة تانية. الفاسيليتيد ترانسبورت does not require energy، ما بتحتاج طاقة، بس نفس الشيء كان بي ساتوريتد وكان بي انهبيتد. بس ليش ما بتحتاج طاقة؟ لأنه هي مع فرق التركيز، من التركيز العالي للتركيز الأقل.
كمثال عليها فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 لما انا اخذه كدواء حيكون في الجي اي تي اكثر من اللي في الدم، اوكي؟ حيكون اللي في الجي اي تي اللي في الامعاء مثلا، او انا اخذته ابره انترامسكولر، حيكون في العضله اكثر من الدم، ومشان هيك راح يصير ما بيحتاج لطاقه لانه ماشي مع التيار، بس بيحتاج كارير، يحتاج لناقل ينقله من البي 12، ينقله من الجي اي تي مثلا للدم، او من المسل للدم. ما في هون جدول، اوكي هلا بفرجيكم جدول. الفاجوسايتوزيس اللي هي هاي، طبعا هاي طريقه نقل او طريقه هضم في البكتيريا، في الوايت بلاد سيلز، في الوايت بلاد سيلز، في خلايا الدم البيضاء، لانها بتحمي الجسم بهاي الطريقه. طيب الفاجوسايتوزيس او الاندوسايتوزيس او البينوسايتوزيس، هاي هو بايندينج اوف مولكيولز تو سبيسيفايد ريسبتورز اون سيل ميمبرين. هاي السيل ميمبرين هذا هو الغلاف تبع الوايت بلاد سيلز، عليه ريسبتورز بيمسك بالبكتيريا، اوكي؟ بعدين بصير فولدنج، بتني الوايت بلاد سيلز بتسكر على البكتيريا وبتدخلها لجوا. Then enfolding the area of the membrane، بصير intracellular vesicle، بتصير عندنا vesicle يعني intracellular داخل الخلية، vesicle يعني حويصلة، released into the cytoplasm، هاي الحويصلة جوا السيتوبلازم، بعدين بتطلعوا للجهة الثانية على شكل بتكون ايش؟ بتكون يعني الفضلات تبعت هاي البكتيريا تحطمت وتم تحللها، والجهة الثانية انكب على شكل فضلات. طبعا هو رير ان بيج ابزوربشن، ما له دور كثير في البيج ابزوربشن، بس مهم كثير في الاميونيتي، اوكي؟ امبورتنت رول في الاميونو سيلز، مهم جدا في المناعة. موست دراجز ار ابزوربد باي ديفيوجن، اللي هو الليبيد ديفيوجن. اغلب الادوية بصلها ليبيد ديفيوجن من وين؟ من الوول اوف انتستن. حكينا اغلب الادويه تم امتصاصها الاورالي من الانتستن، اغلب الادويه بصير لها ليبيد ديفيوجن من الانتستن. في عندنا ادويه ممكن بالاكتف او الفاسيليتي ترانسبورت او بالاكوس ديفيوجن، بس نسبتهم اقل من اللي بالليبيد. طيب تمام. طب حلو كثير الدواء لما يعني الدواء لما يتم امتصاصه بروح على الدم على طول؟ اه بروح على الدم، بس وين بروح على الدم يا ترى؟ وين المكان اللي بروحه؟ هاي هون احنا عندنا الجي اي تي الانتستين، اخذت الدواء تحلل في المعده وبلش الامتصاص وهيك عم يمتص من الانتستين. الدواء لما يخترق انسجه الانتستين ويطلع، اول ما يلاقي بوجهه هيلاقي بلد فيسلز، بس لشو هاي بلد فيسلز؟ بلد فيسلز تابعة للكبد للليفر، بلد فيسلز تابعة للليفر، اوكي؟ لا الكبد او الليفر، لا الليفر او اللي هو بنحكي له ترجمته الكبد. طيب يعني الدواء حيصير له امتصاص سواء بالليبيد ديفيوجن او الاكيوس او الاكتيف ترانسبورت او الفاسيليتيتد ترانسبورت، حيطلع من اغشيه الامعاء ويلاقي قدامه بلاد فيسلز يدخل جواها، بس هاي البلاد فيسلز اللي دخلها هي ايش؟ هي بورتر فين، هي الاورده اللي تابعة على الكبد، بورتر يعني كبد. فمشان هيك الدواء اول ما يطلع من الامعاء ويفكر حاله صار فري وصار حر، لا بيمر على الكبد اول شيء، اوكي؟ لما يمر على الكبد اول شيء، الكبد فيه انزيمات، فيه انزيمز، هاي الانزيمات عليها ريسبتورز، كل شيء في الجسم يعني الريسبتورز هي تقوم بعمله. فمثلا انا اخذت الدواء، هذا الدواء هذا في انزيم بيشتغل عليه، بركب عليه، وممكن الليفر يخرب لي جزء من الدواء. يعني انا مثلا اخذت 100 ملي جرام من الدواء، ال100 هدول تم امتصاص مثلا 95 منهم مثلا، هاي ارقام كلها يعني بس هيك هايبوثيتيكال، يعني بس اشياء افتراضيه. بعدين دخلوا الليفر طلع منهم 80 سالمين، 15 الليفر خربوا، الانزيمات يعني عملت تحلل، حللت لي الدواء او خربت لي الدواء. اذا مر الدواء من الكبد والكبد اشتغل عليه وبعدين طلعوا للسيستميك سيركوليشن، طلعوا للجسم كله،
طلعوا لبقية أعضاء الجسم، طلعوا للدورة الدموية في الجسم. إذا الدواء أول ما يمتص يمتص للدورة الكبدية، الدورة الدموية تبعت الكبد، بمر على الكبد. إذا في إنزيم بيشتغل عليه احتمال يخرب لي جزء من الدواء. أوكي، أما إذا ما في إنزيم، مثلا هي الإنزيم، هي الإنزيمات، وهيك شكلها، وهذا الدواء هيك شكله، هذا الدواء ما بيركب على هذا الإنزيم، عادي بمر من الكبد مرور الكرام، زي البي اي بي، زي اللي بيكونوا الفيرست كلاس بالمطار، اللي بيسافروا بالفيرست كلاس بيمروا من كل الطوابير ولا بيوقفوا على شيء. فهو نفس الشيء، فيرست كلاس بمر من الكبد مرور الكرام، بروح على الدم من غير ما يتأثر. إذا هذا الدواء أنا تم امتصاص 90، حيمروا من الكبد ال90 ويروحوا على الدم، ما حيتأثر. أوكي، إذا أنا لما آخذ دواء عن طريق الفم والدواء هي يتحلل وصل للانتستين وبلش الامتصاص، لما يمتص الدواء حيمتص للدورة الدموية تاعت الكبد، بيمر على الكبد. إذا في إنزيم بيشتغل عليه جزء منه رح يخرب، أوكي، أو يتحلل أو يتحطم، وبعدين يروح يلف على بقية الجسم. عشان هيك إحنا حكينا بالروتس أوف أدمنستريشن إنه إحنا عندنا الأورال سولوت، بيصير عندنا فيرست باس افكت او البورتال سيركيليشن قبل ما تروح على الجنرال سيركيليشن. عشان هيك احنا حكينا ممكن تقل، ديكريز البايو افيلابيلتي، ديكريز البايو افيلابيلتي. البايو افيلابيلتي اللي هي التوافر الحيوي، شرحت لكم اياه في اختصارها بي سلاش دبليو، هو يعني بايو افيلابيلتي، فبتقل عندنا البايو افيلابيلتي. طيب اوكي، كيف حل هذه المشكله؟ حلها اني اعطي الدواء مثلا انتراماسكولار في العضل او في الجلد او تحت اللسان او ريكتال اللي هي بالشرج. بس شو المشكله؟ المشكله انه اريح طريقه المريض بياخذ فيها الدواء هي عن طريق الفم، هذه اريح طريقه. فرغم ذلك، رغم انه عن طريق الفم الامتصاص حيكون ابطا، رغم انه حيمر على الكبد الدواء اول، رغم كل هاي الاشياء، الا انه بيضل حتى الان اخذ الدواء عن طريق الفم اريح اشي من طرق اخذ الدواء. ان اطلع هيك كمان شرح اخر للموضوع، شرح اخر لموضوع الفيرست باس افكت. عندنا اخذت الدواء، الدواء تحلل وبلش عندنا الامتصاص، بيروح اول اشي على الليفر، بعدين الليفر بيطلعوا على بقية اعضاء الجسم. لاحظوا انه في بعض الادوية ممكن ترجع مع البايل سولتس، مع العصارة الهضمية، ترجع على الانتستين وترجع تمتص مرة ثانية. هاي الأدوية اللي بصير فيها هيك اسمها انتيرو هيباتيك سايكلينج، الأدوية اللي بصير فيها هذا الشيء هي تعتبر ذائبيتها عالية، يعني تعتبر الديوريشن تاعتها، مدة فعاليتها عالية جدا أو طويلة. يعني الأدوية هاي شو بكون صار فيها؟ امتصت من الجي أي تي، امتصت من ال من ال من الأمعاء وراحت على الكبد، والكبد مرت عليه، جزء منها راح على الدم، وجزء رجع مع العصارة الهضمية، وجزء تاني رجع مع العصارة الهضمية على على الانتستين، على الأمعاء. وهذا الجزء اللي رجع مع العصارة الهضمية على الأمعاء حيرجع يمتص مرة ثانية من الأمعاء، صار له امتصاص مرتين، حيصير له امتصاص مرتين. هاي اسمها انتيرو هيباتيك سايكلينج، وهي بتتميز في انه الديوريشن عالي، لونج ديوريشن، يعني بيطول الدواء في الجسم. وطبعا احنا لما الدواء، احنا كثير ادويه بنحب انه ما ناخذها كثير في اليوم، يعني ناخذ الدواء مره واحده ولا ناخذه مرتين ثلاثه اربع مرات، مزعج هذا الاشي. طيب when drug absorbed from GIT، لما يمتص الدواء من الـ من الجي اي تي، من سالتوني عنها جاسترو انتستينال تراكت، الجهاز الهضمي، باسز، بمر اول شيء على البورتال فين، يعني حيصير له امتصاص على الدورة الدموية تبعت الكبد، to the liver، للكبد، before reaching the general circulation، يعني حيمر على الليفر قبل ما يروح على الدورة الدموية اللي هي تبعت الجسم. شو ممكن يصير في الدواء؟ في عندنا أكثر من سيناريو. الدراج مايت بي لما يدخل الكبد ميتابولايزد، يصير له عمليات ايد، بروكن داون، يعني يتحلل، يتكسر، يخرب، and small proportion، كمية أقل راح توصل للسيركيليشن، will reach the circulation، إذا كمية أقل من الكمية اللي أنا أخذتها حتوصل الدم، توصل الدورة الدموية تبعت الجسم، فبتقل البيو افيلابيلتي، reduce البيو افيلابيلتي. الدراج
maybe inactivated. كمان ممكن الدواء يدخل لجوا الليفر ويطلع بصورة غير فعالة. هاي الفكرة، وهاي الفكرة نفس الإشي، كمان نفس الإشي. أول سيناريو وثاني سيناريو كتير قريبين على بعض، تقريبا نفس الإشي. ثالث سيناريو الدراج may be activated، يعني الدواء بيكون غير فعال أصلا، وبعدين الدواء هذا أخذته عن طريق الفم، دخل جوا الكبد، الكبد فعله وبعدين راح على الجسم. أوكي، هذا الدواء بيكون اسمه برودراج. برودراج هي عبارة عن أدوية كيميائيا يتم تصنيعها إنها تكون غير فعالة، يتم تصنيعها إنها تكون غير فعالة. يعني بتكون هي الدواء شكله الكيميائي مو فعال، بس لما إحنا نبلعه ويدخل جوا الكبد، أوكي، بتحول للشكل الفعال. طبعا هذا الدواء كمان إحنا بنحبه كتير بالصيدلة، ليه؟ لأنه كمان هو long duration، مدته طويلة بالجسم. بدل ما آخذ الدواء مرتين ثلاثة، آخذه مرة واحدة باليوم. هذا إشي مريح لإلي أنا كمريض، من إني أضلي أي ساعة بدي آخذ الدواء، أو أحط منبه، أو مثلا أنا عندي طلعة بدي أحط معي دواء في الشنطة، تكون أريح لي إني آخذ الدواء مرة واحدة، ديوريشن طويلة. إذا إحنا عندنا أكثر من سيناريو، إحنا عندنا أكثر من سيناريو لهذا الموضوع. عندنا الدواء لما يصير له ميتابوليزم أو يدخل الليفر أو الإنزيمات، ممكن يكون أكتيف ويتحول ل inactive أو ميتابولايز، نفس الفكرة، inactive أو ميتابولايز أو تحلل، نفس الفكرة، هاي نفس الإشي، ميتابولايزد او هيدروليسز، يعني تحللوا الدواء خرب بطل فعال. طيب هاي اول سيناريو. في عنا سيناريو تاني اللي هو الدواء بيكون اكتف و بيضلوا اكتف، بيضلوا فعال. الدواء كان فعال وضلوا فعال، يعني الدواء هذا اجت الانزيمات اشتغلت عليه وحولته لشكل ثاني، بس هذا الشكل برضه فعال. مثال على هيك المورفين. المورفين هو من عيلة المورفينات، هو مسكن جدا قوي، يستخدم في المستشفى، بس مدة فعاليته جدا طويلة، لأنه بيكون فعال بتحول لشيء اسمه 6 جلوكومورفين، هيك شيء كمان بضله فعال. تمام. هاي كمان سيناريو آخر، الدواء ممكن يكون inactive، غير فعال، ويتحول لactive. هلا هاي حكينا عنها قبل شوي حكينا عن هذا السيناريو، قلنا هذا اسمه pro drug. هذا بكون أصلا في المختبر قصدا عملوه غير فعال، عشان هو الجسم يتفعل شوي شوي، يقعد على فترة طويلة يتفعل جوا الجسم، فبيطول كتير في الجسم. مثال عليها هلا حنشوف أمثلة. عندنا مثال إن الدواء ممكن يكون أكتف فعال وممكن يتحول ل توكسيك، يتحول لإشي سام جوا الجسم. ممكن يكون الدواء فعال ويتحول لسام، أوكي، وممكن الدواء يدخل الليفر بس ما في ولا انزيم بيشتغل عليه ويطلع unchanged، ولا اي تغير كيميائي فيه، ولا متغير اي شيء فيه. قلنا مثال على هيك اللي هو الليثيوم. الليثيوم مثال على الادويه اللي ذئبيتها في المي وما في اي انزيم بيشتغل عليها. تمام. هاي هي السيناريوهات اللي بتصير في الادويه لما تدخل الليفر. الدواء ممكن يكون
فعال، يصير غير فعال، يصير له ميتابولايز ميتابوليزم او ميتابولايز او هيدرولايز. الدواء يكون فعال ويتغير لشكل ثاني فعال، الدواء ممكن يكون غير فعال ويصير فعال زي البرودراج، الدواء ممكن يكون فعال ويصير توكسيك. عندنا مثالين على هيك، عندنا حناخد منهم اللي هو اتوقع السيانو كوبالامين، استنوا اتذكر اسمه، احنا حناخده بال حناخده بالبازودايليترز، دواء فازودايليتر نسيت شو اسمه، بس بيطلع مادة السيانايد السام اللي بتعمل سينوزز، بتعمل ازرقاق بالجلد. حناخد عنه ان شاء الله لما نحكي على القلب بآخر تشابتر من فارما واحد. في أدوية بتكون فعالة اوكي بتدخل الليفر وما في ولا انزيم يشتغل عليها، بتطلع انشيز ولا اي تغير فيها. اوكي، هذه هي السيناريوهات بالأدوية، كيف الانزيمات بتشتغل عليها الانزيمز، او كيف بيصير لها ميتابوليزم، كيف بيصير لها عمليات ايضا. طيب اذا اوكي، اذا الدواء ممكن يكون زي ما حكينا، الدواء ممكن يصير له ميتابوليزم او ان اكتف، ممكن يتحول لاكتف، ممكن ان تشينج، ممكن يتحول لتوكسيك، او ممكن يضل اكتف. كيف فيكم تضيفوا هون تو سيناريوز، بتحول لتوكسيك او ممكن كمان حكينا يضل يعني يتحول لشكل اخر، شكل كيميائي اخر بس كمان هو اكتف. طيب اذا البرودكت هلا حكينا تعريفه، ذا دراج ذات هاد بين موديفايد، يعني تم تغيير شكله الكيميائي so that they are well absorbed، ممتص بطريقة ممتازة وdistributed وبتوزع but not active، غير فعال pharmacologically، يعني هو الدواء غير فعال بس in the body جوا الجسم they are changed، بتغير للactive form. هذا اسمه prodrug ويمتاز بأنه بيطول في الجسم. أمثلة على prodrugs، معلش الأمثلة اللي بنحكيها هلا لازم نحفظها، لازم نعرفها، بعرف انه احنا لسه ما اخذنا ادوية بس لازم نعرف الامثلة. امثلة عندنا الانالابريل، دور الضغط تحول للانالابريلات، هذا هو الاكتف، هذا هو الفعال، هذا غير فعال. الليفودوبا هو دور الباركنسون، حنحكي عنه بالفارما 2، بتحول لدوبامين اللي هو المادة الفعالة. الليفودوبا غير فعال، يستخدم لمرض الرعاش، شلل رعاشي، هو غير فعال، بتحول للدوبامين جوا الجسم اللي هي المادة الفعالة اللي بتعطي تأثير العلاج. تمام، هاي أمثلة على كيف بصير ميتابوليزم جوا الجسم. يعني هاي الأدوية لما تدخل جوا الليفر كيف بدها تصير فيها الميتابوليزم. طيب نشوف الديستريبيوشن، توزيع الأدوية. يعني توزيع الدواء شو يعني؟ إنه الدواء وصل للدم هلا بده يصير له توزيع. طيب نحكي على الموضوع او نفسر الموضوع اكثر. transfer of a drug from general circulation to the tissues، نقل الدواء من الدورة الدموية للاعضاء للتشوز للانسجة. طبعا في عوامل كتير بتأثر على distribution depend on the following factors، العوامل اللي بيعتمد عليها. أول شيء size of the organ، حجم الأورجان، حجم الأورجان أو حجم العضو، organ يعني عضو، determines بحدد ال concentration gradient، فرق التركيز ما بين ال blood والعضو. okay، إذا فرق التركيز هو يعني حجم العضو بيحدد فرق التركيز بين البلاد والعضو. خليني أفرجيكم كيف، خليني أول شيء أشرحها هون، بعدين بس أشرحها راح يعني راح أقرأ المكتوب عندكم. هاي البلاد فيسل، هذا البلاد، تمام، هذا مجرى الدم، أوكي، وهي العضو. مثلا نحكي هاي التشوز، خليني أعملها تشوز، مش حدد عضو معين، هاي تشوز، هاي يعني العضو هو يتكون من خلايا، هاي عضو أو تشوز أو أنسجة معينة، تمام، هاي الخلايا، هاي تشو، أوكي، هذا عضو. طيب إحنا عندنا هون
بالبلد في دواء، هي الدواء، الدواء هلا عم بيمشي بالدم ومبسوط ووضعه تمام وبنتقل لكل الجسم. هلا الانتقال حيكون حسب ال concentration gradient with مع concentration gradient مع فرق التركيز، تمام؟ شو يعني مع فرق التركيز؟ يعني الانتقال للأغشية حيكون مع فرق التركيز، يعني من التركيز العالي للتركيز الأقل. طيب نشوف هذا التشو، نحكي هذا التشو اللي عندنا هون هو مسل، هو عضلات. طبعا يعني المسل هي بتكون ستريدد، بتكون مخططة، بكون شكل شوي الخلايا غير، بس مش مشكلة. ونحكي هون في عنا تيشو تاني هو البرين. طبعا المسل والبرين متقاربين من بعض، بس انا عم برسم اشكال تقريبية. هون البرين، المسل هي لارج فوليوم او لارج سيرفيس اريا، حجمها كتير كبير. اما البرين، مش فوليوم، غلط، سايز، سوري، مع انه فوليوم يعني مش كتير غلط، بس خلينا نحكي سايز عشان انا مستخدمه بهذيك السلايد كلمه سايز، فما ادخل الموضوعين على بعض. لارج سايز، حجم كتير كبير. طلعوا الاعضاء الحركيه، العضلات الحركيه بتغطي كل عضلاتك، كل عظامك تقريبا. البرين سمول سايز، حجم صغير. طب شو اهميه السايز تاع العضو؟ السايز تاع العضو بيحدد انه العضو تشبع ولا لسه. احنا حكينا المثل، حكينا المثل حجم كبير، يعني المثل راح تاخد كتير من هذا الدواء، هتاخد كميات كبيرة قبل ما انها تشبع. اوكي، هتضلها تاخد كميات من الدواء، وهاي الكميات اللي تاخدها لسه يعتبر فرق التركيز، يعتبر تركيزها قليل. فاذا المسلز حتاخد لارج كوانتيتي لانها لارج سايز، فحتاخد كميه كبيره من الدواء، تمام، لانه حجمها كبير فبتحتاج كميه كبيره من الدواء. اما البرين حتاخد كميه قليله من الدواء. اوكي، الكميه القليله من الدواء هاي حتوصلها للاشباع بسرعه، ليه؟ لانه حجم البرين اقل، فحتاخد كميه اقل من الدواء. البرين حجمه صغير، فوجود كميه قليله من الدواء تعمل اشباع، خلص هاي الكميه عملت ساتوريشن. بينما عندنا في المسلز باخذ كميه كبيره ولسه لا يشبع. اذا البرين لانه كميته حجمه صغير فهو ساتوريتد، يشبع بسرعه، بتنتقل له كميه قليله، خلص بالنسبه لحجمه هاي ما بيقدر ياخذ كمان، ما في وسع كمان. اما المسلز لانه حجمها كتير كبير هي بتاخذ كميه اكبر من الدواء. هذه هي الفكرة في إنه هاي الفكرة لما أنا أحكي عن إنه الحجم تبع العضو determines the concentration gradient، بحدد فرق التركيز. طب خلينا نقرأ الحكي اللي أنا هلا كتبت لكم إياه. عندنا الأورجان هو skeletal muscle large size، العضلات الحركية حجمها كبير. large amount of drug لأنه حجم كبير حكينا، تأخذ كمية كبيرة من الدراج transfer to the muscle، تنتقل للمسل، because the concentration التركيز جوا المسل حيضلوا low بالنسبة للبلد. ليه؟ لأنه لا تشبع بسهولة، العضلات الحركية حجمها كبير، قد ما تأخذ من الدواء ما رح تشبع، فبيضلوا تركيزها قليل بالنسبة للدم. أما البرين الدماغ فهو سمول، حجمه صغير، فمشان هيك كمية قليلة من الدواء راح تدخل البرين، ترانسفير، تنقل إلى البرين، فالكونسنتريشن في البرين becomes high، بتشبع بسرعة، and in blood low، يعني يعتبر في البلد كمية أقل من البرين حتصير، لأنه البرين أشبع، فلما أشبع خلص بصير يحكي البرين خلص ما بقدر آخذ أكثر من هيك. هذه هي الفكرة في اللي هو الحجم size of the organ. خلينا نكمل موضوع ال size.
نحكي على البلد فلو، الترويه الدمويه. الترويه الدمويه ما بتحدد كميه الدواء اللي حتروح للعضو، بتحدد مين حيروح الدواء، حيروح وين اول. اوكي، يعني ما بتحكي على الكميه قد ما بتحكي على السرعه او المعدل. يعني مثلا احنا عندنا البرين، الدماغ، بتوصل لتروية دم عالية، الدماغ والهارت والكيدنيز والمسلز تروية دموية عالية، فمشان هيك حتوصل إلهم الأدوية قبل الأعضاء الثانية، توصل أول شيء إلهم الأدوية، بس مو إلا أنهم ياخذوا أكثر، لا، بس توصلهم أدوية الأول، تروية الدم بوصلهم أول، فالدواء حيدخلهم أول. أوكي، فهم حيصير فيهم achieve high concentration of the drug before، قبل، يعني هم أول، بعديهم حصير poorly perfused tissue اللي هي الأعضاء اللي فيها perfused، poorly يعني ضعيف، perfused تروية شو اللي هي الأعضاء اللي ترويتها ضعيف، الدم فيها طول الدم ضعيف اللي هو الفات، النسيج الدهني في الجسم والبون. إذا في عنا حكينا blood flow، التروية الدموية determines، بتحدد الريت يعني معدل أو سرعة الأبتيك of the drug، بس نت الاماونت مش الكميه. الكميه شو بحدد هالاماونت؟ الاماونت ايش اللي بحدد الاماونت؟ هلا حكيناها، الكميه بحددها سايز، الحجم، كل ما كان الحجم اكبر كل ما اخذ كميه اكبر. اوكي، اما الريت السرعه يحددها الترويه الدمويه. والبرفيوز تشو الاعضاء اللي برفيوز يعني ترويتها عاليه زي البرين، الهارت، القلب، الكدني، الكليه، الليفر، المسلز، هدول ترويتهم عالية فبيحصلوا تركيز من الدواء قبل البورلي برفيوز تشو الأعضاء اللي ترويتها ضعيفة زي الدهون، نسيج الدهني والبون، العظام. أوكي، تمام. إذا البلد فلو بتحدد سرعة وصول الدواء للعضو. سيليوبيليتي، إحنا حكينا عنا قاعدة لايك ديزولفز لايك، المثل يذوب بالمثل، يعني الأشياء الدهنية بتدور على الأنسجة الدهنية، والأشياء أو المركبات أو الكيميكالز أو الدرجز اللي بتبقيتها في المي بتدور على الأشياء اللي فيها كمية مي كبيرة. The solubility of the drug in tissues، ذائبية الدواء في التشو influence the diffusion of the drug from blood to tissue، يعني ذائبية الدواء في تشو معين هي اللي بتحدد إنه الدواء هذا يطلع من الدم وصله diffusion للتشو، يطلع للتشو. مثلا البرين، الدماغ فيه هاي lipid content، الدماغ فيه دهون عالية. اوكي، الدماغ نسبة الدهون فيه كبيرة، so it dissolves high concentration of lipid soluble agents rapidly. الأدوية اللي بتدوب الدهون بتحب الدماغ، بتحب تروح على الدماغ وبتدخل جوا الدماغ بتأثر على الدماغ، عشان هيك أغلب أدوية الأعصاب والنفسية والمنومات والمهدئات والمخدرات أغلبها ذائبيتها عالية في الدهون لأنها بتأثر على الدماغ. طيب البايندينج اللي هو البروتين بايندينج، صراحة هذا موضوع كثير كبير، خليني أفتحه على، يعني هذا الموضوع بده تقريبا نص ساعة شرح، خليني أفتحه معاكم على إن شاء الله أحكي فيه معاكم على المحاضرة الجاي. كفاية هاي المحاضرة، حكينا على، خلصنا فيها طرق الابزوربشن وبلشنا بالديستريبيوشن وحكينا على العوامل، خلي البايندينج للمحاضرة الجاي. يعطيكم العافية، السلام عليكم.